مرحبا أصدقائي. شريط تعليمي حرف الفاء. قصة فهدي الفران. الجزء الثالث من قصة فهدي الفران، كيفية كتابة حرف الفاء مع أنشطة رائعة. كيف نكتب حرف الفاء؟ قرأنا القصة. الجملة المفتاح اكتشفنا الحرف، ومن حديقة المفردات تعرفنا على الكثير من المفردات التي تحتوي على حرف الفاء. في هذا الشريط تعليمي سنتدرب على كيفية كتابة حرف الفاء. هيا جهزوا الأوراق الأقلام لنكتب حرف الفاء، أيضا نشكله بالمعجون. نخط حرف الفاء ببطاقات رائعة جدا. حرف الفاء وصوته ف، هيا نتدرب. حرف الفاء من عند نقطة البداية دائرة صغيرة، ثم رقبة قصيرة، ثم خط مستقيم نصعد إلى أعلى، ثم نضع النقطة. هيا بنا أحبائي نكتب داخل حرف الفاء بطاقات رائعة. أيضا نستخدم الرمل أو الطحين عبر الدبابيس والخرز بالمعجون نشكل حرف الفاء. تون فا فراولة. وأيضا أحبائي ننفذ هذه البطاقات المطلوب. أتدرب على كتابة الحرف فاء ونفذ أنشطة فنية. عملا موفقا أحبائي الصغار، وإلى اللقاء مع فيديو جديد.